بسم الله الرحمن الرحيم، معاك دكتورة سهيرة العجمي. هكلمكم، وصلنا لغاية نهاية الكتاب Child Health، وخلصنا قبل كده Mother Health. تانية إرشاد وتثقيف صحي. عندنا هنبدأ في آخر حاجة Chapter 9، Food and Water Safety، الأمن بالنسبة للأكل والشرب المؤمن. Family have better health and fewer illness. سهل جدا ان الفاميلي تهتم بالصحة وتقلل الامراض من خلال ايه بقى؟ ان هي adequate supply of clean نظافة المية والفواكه او الخضروات اللي هي بتتاكل، وده معناها ان هي محتاجة منها شوية مجهود في النظافة. والشابترز ده اللي هو شابتر 9 هنتكلم فيه على دور الفاميلي ومميزاتها، ان هي تبتدي تحسن صحة الممبرز افراد الاسره بتاعتها، وخصوصا اللي تشايد للاطفال، ان هي هتبتدي تامن الميه وفي نفس الوقت تنظف ايه الاكل، النظافه اللي هي نظافه شخصيه عشان ايه تنظف الاكل. انشورنج بوتابل ووتر سبلاي، اهم حاجه اتاكد ان الميه نظيفه من خلال ان انا هعمل لها ايه، بويلد ممكن اغليها، فلتر تستعملها عن طريق الفلتر. في الصيف تلاقي كتير المياه زودوا فيها الكلور عشان يبتدوا يقللوا الميكروبات. عندنا disinfected with sunlight، والتعرض لأشعة الشمس and other simple measure، وفي أغراض تانية كتير ممكن تبتدي تطهر المياه. طبعا مش هنجهد الناس ونبتدي نقول لهم مياه معدنية وكده، لأن أنا عندي المياه العادية ممكن أبتدي أستعملها الطرق اللي احنا قلنا عليها. Family and community can protect their water supply، طبعا ده مجهود كوميونيتي ومجهود فاميلي، ان هم يبتدوا لايننج اند كفرنج اوبننج ويل، انستيلنج هاند بامب، بروتكت اميديت اريا فروم انيمالز اند فانديليزم، ممنوع اي حد يرمي حيوانات ولا ايه يرمي اي حاجه في الميه في النيل، بروتكتنج سبرينج ويز سبرينج بوكس، ولا اي مخلفات. لما اجي اعمل disposing of feces and wastewater، اي ميه عايزه ارميها او اتخلص منها especially from littering، زي اللي هي على القاعده بتاعه الطفل، احط عليها اي ماده مطهره وارميها. well away from any water source، وابعدها خالص عن اي ميه هنبتدي ناكل بيها او نشرب بيها او نطبخ بيها او نغسل بيها، يبقى كده هبتدي ايه ابعدها. building latrine at least 15 away داون ووتر سورس، ان انا هبعد خالص التواليتات والقعده وكل ده عن ايه الميه. keeping all animals from drink water source and family living area، طبعا لو في حيوانات في البيت ولا حاجه مش هخليهم يشربوا من الميه، بعمل لهم ميه لوحدهم يبتدوا يشربوا منها عشان امنع ايه التلوث. avoiding the use of pesticides of chemicals، ما احطش ولا حشرات، ابعد خالص الميه عن الحشرات وعن اي مواد ايه كيماويه. Family can keep water clean in the home by، ممكن تخلي المية في البيت محتفظة بيها نظيفة من خلال storing، ان انا اخزنها in clean في وعاء نظيف covered container ومتغطي. Washing hand، بغسل ايدي كويس regularly include before handling stored clean water، قبل ما ابتدي ايه اخزن المية. Taking water out of container with a clean lid of cup، لما اجي استعمل المية من الكونتينر افضيها في كوباية نظيفة، وفي نفس الوقت ايه having a tap on the water container، باخد مية الحنفية وابتدي احطها في الايه التاب ووتر. اللي اتكلمت كده عن المية، اتكلم بقى عن الفود، عن الاكل. if food has to be kept for more than 2 hours، لو الاكل اكتر من ساعتين it should be kept either very hot or very cold، ولا عايزاه سخن ولا عايزاه ساقع. اكتر من ساعتين عاملة الاكل المفروض ان انا بحتفظ بيه في التلاجة، لو فضل عندي اكل بعد ايه بعد ما بعد وجبة الاكل، الاكل يتفضل المفروض ان انا بحتفظ بيه في التلاجة، لان اكتر من ساعتين بيبتدي يجمع ميكروبات ويبتدي يبقى ايه مصدر للميكروبات. if cooked food is saved for another meal، المفروض الاكل ده يكون بيتعمل بطريقه نظيفه ومعقم، it should be stored in cover container، بغطيه بوعاء وابعده عن اي حيوان اي حشرات. عندي المفروض ابعده عن اي حشرات قبل الاكل. الزبادي المفروض ان انا بحتفظ بيها في التلاجة وبحضرها بريبيشر قبل الاكل على طول، لو عايزة احط لها اي ايه اضافات. رو فود، الاكل الني،
especially poultry and seafood usually contains germ. كل الاكل الني المفروض عندنا اسماك البحر وحاجات البحر المفروض الاكل ده بيكون فيه ميكروبات. فانا اما اجي اعمل له كوكت فود كان كولكت جيرم اف ات تاتش رو فود. لو انا الاكل الني ده هبتدي استعمله يبقى انا اغسل ايدي قبل ما استعمل الاكل الني واغسله قبل ما ابتدي ايه اعمل له كوكت او ابتدي اطبخه عشان امنع ايه الميكروبات. السكاكين عندنا السورفس الحاجات اللي انا استعملت حطيت عليها الاكل الني، جبت فراخ نظفتها اي حاجة، دي المفروض ان انا هبتدي انظف السطح اللي انا حطيتها عليه وابتدي ايه قبل ما ابتدي ايه اجهز الاكل. وخصوصا كمان اللي مش مكتوب عندنا البيض، لو انا كسرت بيضة المفروض اصبن ايدي كويس جدا وابتدي اكمل تقليب البيض على النار وبعد كده لما اجي استعمله عشان ما يبقاش فيه بكتيريا ولا فيه اي حاجه في الايد. انيمال ميلك شود بي فريش، اللبن لازم يكون طازه بيكون مبستر وفي نفس الوقت عشان يبقى كده يحفظ الطفل ويبعده عن اي ايه بكتيريا. فاميلي شود بي ادفايس، ان انا هنصحهم بقى ان هي ووش كلوزس، يغسلوا ملابسهم ويوز كلين ديشز والاطباق. وعندنا في نفس الوقت المفروض ايه اعرض الملابس دي للشمس. ووش بليتس، المعالق والاطباق وكل دول المفروض يتغسلوا ما يتركنوش. تيك سبيشال كير، الاكل المعين بالنسبه للاطفال المفروض يجهز فيه وجبات صغيره ويتاكل على طول. لو اتفضل شويه اكل يبقى المفروض ان انا هبتدي اتخلص منهم عشان المفروض احنا قلنا اي اكل بعد ساعتين بيبتدي يجمع ايه بكتيريا. زير فودز شود بي فريش، الاكل المفروض يكون طازه وايميديت ونوت ليفتنج ستاند، ما سيبهوش مركون. With regard to breastfeeding، بالنسبة بقى للرضاعة الطبيعية احنا اتكلمنا فيها كتير جدا من ساعة ما بدأنا الكتاب، فانا الرضاعة الطبيعية دي اهم حاجة هتم بيها بالاطفال الصغيرين لغاية سن سنتين، وفي نفس الوقت المفروض ان انا هبتدي اديهم الوجبات المعينة وابتدي انظف كويس جدا قبل ما ابتدي ايه اديهم الرضاعة الطبيعية والام تاخد الحمام بتاعها. ولو هبتدوا ان هما في البريستفيدنج بيدخل معاه اكل يبقى انا المفروض ان انا هبتدي استعمل النظافة، ولو بستعمل بوتل في دنج يبقى انا هبتدي اطهرها وانضفها كويس على اساس ان هي ما تبقاش مصدر للايه للعدوى. تجهيز الاكل، المفروض ان انا في تجهيز الاكل المفروض يكون فريش ويمنع انتشار العدوى زي الميكروبات، زي ما احنا كنا قبل كده بنتكلم على انفلونزا الطيور، ان انا المفروض لما اجي احط الفراخ او حاجه في الميه المفروض ان انا بغليها لدرجه 100 وبعد كده ابتدي استعملها على اساس ان انا ابتدي اطهر الحاجات اللي انا هبتدي اكلها. الفاكهه والخضار، الخضار المفروض ان انا بغسلهم كويس جدا وابتدي انضفهم وابعدهم عن اي مصدر للايه للعدوى او اي حاجة تأثر عليهم. واخد الخضروات الصغيرة ما اخدش الحجم الكبير، ولما اجيب خضار ولا فاكهة اغسلها كويس جدا عشان المواد الكيميائية اللي ممكن تكون عليها من بره. عندنا هاند، طبعا المفروض هاند ووشنج ده اساسي، ان انا قبل واثناء وبعد الاكل المفروض ان انا ايه بغسل ايديا. عندنا قبل وبعد، اثناء ليه؟ قبل الاكل وبعد الاكل المفروض بغسل ايديا. وعندنا ان انا ببتدي اجهز الاكل ولازم يكون ايه اندر تحت الايه النظافه. ثانك يو.